تواصل اللجنة الإعلامية للانتخابات 2018 زياراتها الميدانية لوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، حيث زارت اليوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل مراجعة الموظفين والعاملين فيها لجداول الناخبين والتحقق من إدراج قيودهم الانتخابية فيها. يأتي ذلك ضمن المساعي التي أوصت بها اللجنة التنفيذية لانتخابات 2018، والتي أطلقت من جانبها مبادرات عدة من بين هذا الشأن، من بينها منصات ميدانية ونشر المواد الإعلامية الإخبارية في وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، مما يسهم في ضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية بالانتخاب والترشح. هذا ويمكن للناخبين كذلك التأكد من أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني أو زيارة اللجان الإشرافية لغاية 3 أكتوبر في محافظات المملكة الأربعة. اليوم احنا في وزارة العمل حق نشيك إدراج الناخبين، نشيك من اللي حق التصويت، وأي واحد في غلط في بياناته أو في عنوانه نواجهه حق المراكز الإشرافية في المحافظات. وايد من دهشة أن اللجنة الإعلامية المنظمة عن الانتخابات وصلت لنا إلى مواقع عملنا هنا في الوزارة وسهلت علينا الكثير من الإجراءات، تستفسر عن صحة بياناتنا ورقتها، وأكدت لنا وين موقع اللي إحنا نروح ونصوت، وهاي طبعا عرس يعني وطني والكل مفروض يشارك فيه. ما شاء الله عليهم اللجنة راحت زارت الوزارات ومتواجدة، ان احنا كموظفين حتى احنا كحكوميين مدر ما روحنا حق اللجان الاشرافية العامة على ما اعتقد في المدارس، ونروح نتأكل من قوائم مثل السابق، احيانا كهو الموقع موجود ندخل ونحط CBR-نا ونتأكل العنوان والبيانات كاملة ولا لا.